الآن وفي قراءة نقدية جديدة، ما الذي يمكن قوله في رواية عليس للروائي الإيرلندي جيمس جويس التي نشرت عام 1922 بعد أن قال فيها النقد الأدبي كتبا صدرت في مشارق الأرض ومغاربها؟ وهل من حق رواية مثلها أن تظل المراجعات النقدية تماشيها لقول الجديد عنها؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها الليلة لنرى ما فيها من جديد في برنامج مرايا الكتب برفقة الدكتور الروائي حسن حميد. أسعد الله أوقاتك دكتور بكل خير. قبل أن نبدأ الحديث في هذه الرواية اسمح لنا أن نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لنبدأ. مرحبا بك من جديد الكاتب الروائي حسن حميد. في هذه الحلقة سوف نبحث في رواية أوليس للأديب الإيرلندي جيمس جويس. دعنا نبدأ الحديث من هذا الأديب، أيضا التعريف بحياته والفترة التي مر بها. أولا يعني اسمحي لي أن أعبر عن سروري بأن أكون معك في هذه الحلقة. الرواية هي أوليس والكاتب هو جيمس جويس. نعم. كلاهما على شهرة وافرة كبيرة منذ أزمنة بعيدة وحتى اليوم، وإلى ما شاء الله من أزمنة أيضا ستبقى هذه الرواية ذات شهرة ومطلوبة وتدور حول الأسئلة مثل ما تدور الطيور في رحابة السماء. وسيبقى جيمس جويس أيضا واحد من الأدباء الكبار في العالم، وستظل الأسئلة أيضا تدور حوله من أجل جلو الكثير من الأشياء. للأسف الشديد في كثير من المعلومات عن الكاتب، الكثير من المعلومات عن سيرة الكتابة لرواية نعم. كبيرة أيضا هذا. لكن أود أنا لو سمحت لي أنه نبدأ نحن في العصر اللي عاشه جيمس جويس. أولا جيمس جويس هو مولود في عام 1882، يعني في على أكتاف القرن التاسع عشر أو في نهاية القرن التاسع عشر. سيعيش حوالي 41 سنة في القرن العشرين، يعني 1941 في خضم الحرب العالمية الثانية سيتوفى، وحدث ذلك في زيورخ بسويسرا. العصر الذي كان فيه جيمس جويس هو عصر له علاقة بكل هذه الاشتباكات الفكرية والثقافية والتي لها علاقة ماذا فعلت الثورات هذا القديمة. ما سمي بعصر الاكتشافات الكبرى. الاكتشافات دكتور. الكبرى في ثورات، في اختراعات، في أشياء كثيرة كانت موجودة في العلوم، في الفنون، في بيانات حول الثقافة، منها البيانات السريالية التي بدأت، منها المراحل التي لها علاقة بالرسم ومغادرة ما يسمى يعني الواقعية، واقعية الرسم إلى آخره. فهذا كل العصر كان عصر له علاقة بهذا التجديد أو ما يسمى ما بعد الحداثة حتى. المناخ الذي جاء إليه جيمس جويس هو من إيرلندا، من دبلن، درس هناك، تعلم هناك، ثم جاء إلى فرنسا في طراوة العمر، يعني جاء إلى فرنسا في عام 1922 بشكل مبكر، يعني جاء إلى فرنسا وعمره يعني كان في تلك الفترة يعني كأديب ككاتب يعني كان في البداية، تعرف هناك في فرنسا في هذا الزمن إلى الكتاب الذين كانوا يعني في الحضور الثقافي أو الفني داخل فرنسا، ومن هؤلاء عزرا باوند الشاعر الأمريكي الشهير الذي عاش في فرنسا وقتا طويلا، ومن هؤلاء أيضا هامينغواي الكاتب الأمريكي القصصي الروائي المعروف صاحب المقالات المهمة أيضا عاش، وهناك في ييتس
يعني من الأسماء الأعلام الكبار، غير الموسيقيين، غير الرسامين، غير الأشياء، الناس المخرجين. إذا كان إثبات الذات يعني صعبا في تلك الفترة، يعني هو واكب العديد من الأسماء الهامة جدا. صحيح. والتي تركت بصمة في تلك الفترة. صحيح. فكان إثبات الذات في هذه الفترة هو بمحض الصعوبة بالمكان. هذا صحيح، لأنه نحن أنا ما أتحدث عن هذا الواقع لأنه فرنسا في تلك الفترة كانت أرادت أن ترفض كل هذه التقاليد للرواية التي كتبت في القرن 18. نعم. والقرن 19 حتى. يعني لا يريدون أن يكتبوا على طريقة بلزاك، ولا يريدون أن يكتبوا على طريقة زولا، ولا على طريقة أناتول فرانس، ولا الآخرين، يعني مثلا فلوبير على سبيل المثال، لا يريدون أن يكتبوا، أرادوا أن يقدموا رواية جديدة تماما. الرواية الجديدة تماما هي كسر القوالب القديمة بمجملها، دون يعني احتضان أي قالب من هذه القوالب أو احترام أي قالب من هذا. أرادوا تفتيت الزمن وانقطاعات الزمن، قطع سيرورة الزمن أو الخيطية داخل الزمن. أرادوا تفتيت المكان، أنه لا تتحدث فقط الرواية أو الشخصية عندما تكون في مكان معين، لا تتحدث فقط عن مكان معين. ثم المناخ الآخر أو الجو الآخر هو أن لا تتحدث عن الحدث بوصفه سيرورة، يعني يبدأ من بداية وينتهي إلى نهاية، نهاية محددة، قد يمر في نهايات، قد يمر في خواتيم، ولكن أنت يعني عليك أن تترك هذا الأمر. ثم أن تتحدث عن الزمن الفيزيائي بوصفه زمنا فيزيائيا يعني محددا، ولكن أن تغادره إلى الزمن الروائي، والزمن الروائي هو الذي يشمل الحياة، يشمل الحدث كل بكليته. في كل الأحوال يعني هذا الزمن الذي كان الذي تواجد فيه جيمس جويس هو زمن ألان روب غري، وهو زمن أيضا كاتب آخر مثل سموئيل بيكيت. هؤلاء شكلوا في بينهم ما يسمى هذه الكتابة الجديدة أو الرواية الجديدة أو ما بعد ما يسمى بالحداثة. هؤلاء أرادوا أن يتحدثوا عن أشياء كثيرة. من هذه الأشياء هو احترام الشيء، احترام الأدوات التي نتعامل معها. يعني مثلا أنا وإياك الآن أمامنا هذه الكؤوس للماء، علينا أن نعطي احتراما للكأس، وليس فقط للحوار، وليس فقط للباس. إذا كان له تأثير كما قيل في تيار الوعي الذي كتب كثيرين قبله عن هذا الموضوع، لكن كان له بصمة خاصة أيضا كما تتحدث. شوف بالنقد الأدبي تيار الوعي اللي يعني فيما بعد هذا، يعني كل الحالات النقدية أو يعني كمصطلح يخرج إلى الناس هذا المصطلح، هو الغاية منه هو عملية المونولوج الداخلي والديالوج اللي هو بيسموه يعني التصويت الخارجي أو الحوار الآخر الخارجي اللي بيكون مع الإنسان. هم تحدثوا مع هذا تيار الوعي، لم يشمل فقط الحديث، لم يشمل فقط الحدث، لم يشمل فقط الشخصيات وتعدد الشخص، اشتمل كل شيء على أنه تكسير الأشياء. تيار الوعي أنت مثلا الآن أنت تفكري بمكان معين، ثم قد يختلط عليك الأمر فتفكرين بالناس تبع هذا المكان، ثم قد تفكرين بالأفكار التي تحدثوا. فهكذا هو التيار، هو عملية هذه الاندفاع من داخل الذات دون الاهتمام بسيرورة الحدث، دون الاهتمام بتفاصيل المكان المتتابعة للمكان، أو دون الاهتمام حتى بأشياء أخرى لها علاقة، إذا كان اثنين عم يتحاورهم ولا خمسة اللي عم يتحاورهم يعني. فهي في نوع من اندفاع داخلية داخل يعني المونولوج الداخلي. وماذا يتحدث الإنسان؟ ربما يتحدث يكون أحيانا عن الرسم، ما بتشوفيه اللي عم يتحدث عن الطعام وهكذا. يعني تيار الوعي هو هذه الفكرة الأساسية اللي فيها أن تعطي أكبر حرية ممكنة لاندياحات الذات وهي تتحدث. مرات تتحدث عن أشياء لها علاقة في الصباح، ثم تتذكر فتعود القاقرة إلى المساء الفائت إلى آخر مهلك. يعني بهذا التيار سنتحدث عنه، لأنه هذه الرواية التي نتحدث عنها هي أخذت هذه الزي أو هذه يعني أو هذا الأسلوب اللي نسميه هذا. ولكن قبله يعني كما قلت القبل هو كان ألان روب غري، الكاتب الفرنسي الكبير الذي عمر طويلا وتوفي منذ سنوات قليلة. يعني سنجد هذا الأمر أيضا عند سموئيل بيكيت في مسرحياته. نعم. وفي رواياته وفي الكثير من الأشياء. وآخر سيمون أيضا من بناته من الروائيين المهمين الفرنسيين أيضا. يعني سنجد مثل هذه الوفرة لهؤلاء الروائيين، حتى أن هذا تيار الوعي ذهب إلى اللوحات، هذا تيار ذهب إلى المسرحيات، ذهب إلى حتى للقصيدة الشعرية. نعم. فهو حالة. ولذلك أنا يعني وددت أن نتحدث عن هذا الزمن، الزمن الذي جاء فيه جيمس جويس ليكتب ليبدأ في الكتابة، هو هذا الزمن يعني الذي لا يحترم الكثير من القواعد الخطية، أو لا أقول لا يحترم المنهجية الأرسطية التي كانت معروفة. يعني بداية ذروة ثم نهاية، يعني هاي الحمولة الأساسية أو هذا السير الخطي لأي نص أدبي لم يحترموا كل ذلك. فهذا هو دخل في هذا الجو المناخ. ولكن لابد من القول بأن جيمس جويس الإيرلندي الذي جاء يعرف كان الإنجليزية بشكل جيد، جاء إلى فرنسا وكان يعني فقيرا
يعني ظروفه كانت صعبة في الحياة، وصل إلى فرنسا. أنا كنت سابقا قلت لك 1922 كون بداية العمل يعني صار معه بالروايات، ولكن هو وصل إلى فرنسا في عام 1904. في عام 1904 بدأ كتابة هذه الرواية عليس، ونشر منها أولا فصلين في إحدى الصحف المهتمة، هي تصدر عن دار نشر. فصلين مهمات كان يعني فصلين مهمين كانا في هذه المجلة، وقد لفت الانتباه لفت انتباه الكثير من الناس القراء، ولفت انتباه أول أحد من هؤلاء هي صاحبة دار النشر أو رئيسة التحرير، بنت اسمها هارييت ويفر، وهي ابنة طبيب موجود هناك، وهي كانت يعني على غنى معروفة، وهي ستقدم له لاحقا ستقدم له يد المساعدة كثيرا، وستملي عليه أو تطلب منه بعض الأشياء من أجل أن يكتبها في هذه الرواية. يعني وفر، هذه السيدة وفر يعني الغنية، هي التي تحول مجرى هذه الرواية، لأنه كان يريد أن يكتب علاقات عاطفية فيها هذه البعثرة وفيها جلو للنفسين، ولكن وجود هذه الشخصية غيرت مجرى الحدث. يعني هي تعرفوا إليها، وهو اللي عرفوا عليها هو أزرابانت. نعم. يعني هو اللي عرفوا على هذه السيدة. هي وجدت بأن هذا الكاتب كاتب مهم جدا. طبعا هو جاي إلى فرنسا عام 1904 وليس في حوزته سوى ديوان شعر واحد. نعم. هذا ديوان شعر اسمه موسيقى الحجرة يعني فقط، وهو لم يعني لم يلاقي أي انتباه ولا أي اهتمام نقدي في دبلن في عندما كان يعيش هناك، ولكن عندما جاء بدأ في كتابة السرد واشتغل. عندما كتب هذين الفصلين ونشرهما في هذه المجلة بدأت الأنظار تتجه نحوه. هذه البنت وفر هي التي قالت بأنه هذا يعني سيكون له شأن ربما. نعم. يعني أنا لا أعرف، ولكن التاريخ الأدبي لا يقول، ربما هذه البنت التي تعرف أزرابانت جيدا، وأزرابانت هو يعرف النصوص ويقدر المواهب الأخرى، وهذا سنجده عند هامينغوي مثلا، هو علاقته من أشار لها، سنجده مع علاقته مع تي سي إليوت الكاتب الإنجليزي اللي هو من أصول أمريكية، سنجده أيضا هناك يعني سنجد هذه التوجيهات الهامة والنظرات المهمة وعملية أنه معرفة أنه هذا مبدع ولا ما أنه مبدع، هذا عنده صاحب موهبة ولا ما عنده، هو كان أزرابانت. أنا لا أدري شخصيا يعني لما أقرأ في كل هذه السيرة، سيرة جيمس جويس أو سيرة أزرابانت أو سيرة الرواية، لم أقرأ أنه هو الذي أشار أو قال لويفر بأن هذا الجيمس جويس بأنه سيكون كاتب يعني كاتبا عظيما لأنه يمتلك موهبة كبيرة جدا. طيب دكتور عذرا على المقاطعة، ولكن أود العودة إلى البدايات. كان يمتلك حالة صحية، هل أثرت على مسيرته الثقافية؟ يعني صحيح. كاد أن يصاب بالعمى في فترة من الفترات، وأيضا تعلقه بأرض إيرلندا حيث صحيح. قال كلمته المشهورة: سأصنع مجدي خارج حدود بلادي. هذا صحيح. مجدي الأدبي أو الثقافي. صحيح. شوفي، أول شيء إيرلندا هي من البلاد الأوروبية التي تتباهى بأنه ما فيها تجمعات كانت للغرباء، ومن بين هؤلاء الغرباء الجيتوات اللي كانت لليهود، يعني أنه لا يوجد فيها، كانت تتباهى بأنها هي تشبه الشرق في إشراقات شمسها وفي صفاء مناخاتها وفي جماليتها وعدم الاختلاط، وأنه الإيرلندي إيرلندي أينما ذهبت ستجد هذا الإيرلندي، على عكس بعض البلدان الشرقية، يعني خلينا في أوروبا الشرقية مثل هنغاريا مثل رومانيا مثل بلغاريا، فيها الكثير من الاختلاط وفيها كثير من يعني الغجر حتى كانت في هذه يعني ما بين هذه الحدود هنا أو هناك الموجود. فإيرلندا كانت تفاخر بذلك، ولكن علينا ألا ننسى بأن يعني كبار أصحاب المال والرأسمال لليهودي كانوا يفتتحون بعض البنوك في إيرلندا. صحيح لا يوجد تواجد لليهود بكميات كبيرة داخل المجتمع الإيرلندي، وإنما كان أصحاب كانت مكان اقتصادي مغري بالنسبة لهم، اقتصادي كان مهم جدا، وكان لليهود بنوكهم الموجودة في دبلن. على أي حال هو جاء من هناك، وجاء أيضا هو منذ البداية حالته الصحية سيئة. يعني هو يأتي من عائلة فيها الوالدة خلفت 15 واحد، 10 عاشوا أحياء كانوا، وفي 5 توفوا يعني ماتوا، وهو جاء يعني على هو منذ البداية كان على نحولة مثله مثل كافكا، يعني كان على نحولة وكان لا قابلية له على الطعام، وكان فقيرا وكان متشردا وكان يعني في حالة صعلكة، وهو يعني يعود إلى أب، الأب أيضا كان يشتغل جابي ضرائب، والأب كان يعني مشهور بأنه سمعته الاجتماعية غير كويسة، وكان يعني يتهم في أشياء لا أخلاقية كثيرة.
يمكن على أسرة بهذه الصفات كيف استطاعت أن تنجب هذا الابن الذي ترك بصمة في عالم الأدب وفي صحيح. عالم الحداثة صحيح. يعني أين بدأت تبرز ثقافة جيم جونز؟ أولا هو انتبه لنفسه، يعني هو حاول أن يتعلم الموسيقى، حاول أن يتعلم لغات أخرى، وحاول أن هو يعني يثقف نفسه بنفسه. من كل هالعيلة العشر أبناء اللي لهذه الأسرة مع الأب والأم صيروا 12 وفي خمسة ماتوا، يعني 17 واحد بيناتهم كلياتهم جميعا، لم يعني ما طلع من العائلة إلا هذا الشاب اللي هو جيمس. هو كان يعني صحيا كان تعبان، وكان يشكو دائما من علة في قزحية العين عنده. كانت لا أعرف أنا بالضبط هل هي من الوراثة أم أنه هي والله من القراءات الكثيرة التي كان يقرأها، ولكن الشيء المعروف والمؤكد الذي تكتبه يكتب في تاريخه الأدبي أنه كان من القرائين، وكان واحد من الناس يعني الذين يتابعون القراءة ويتابعون الأسماء الكبيرة المنتشرة في هذا المحيط الذي يحيط به ألمانيا، أعني بذلك فرنسا وبريطانيا بشكل أساسي، ويعني إلى هولندا. وانعكس ذلك في كتابته وفي روايته، وسينعكس الآن تحدث هو كثيرا سيتحدث عن مشكلة البصر أو العمى أو تخوفه من العمى، سنجده في أكثر من مكان، سنجده في القصص التي كتبها في مجموعته القصصية. حتى أطلاعه على هذه الثقافات التي ذكرتها دكتور الأوروبية وغيرها ظاهر في روايته. هذا صحيح، يعني أولا هو بالنسبة لإيرلندا يعني المنطقة الجو المناخي اللي كان فيه كانت مسرح للأفكار، يعني كانت كل الكتب تجول في هذه المنطقة بشكل أساسي، مثل ما بتشوفي الآن أوروبا. أوروبا الآن هي بلا حدود تقريبا، الكتاب ينتقل من مكان لمكان مثل ما ينتقل الأشخاص الآن فيها. ما كانت للساعة علما أن الظروف اللي كانت يعني قبل الحرب العالمية أو الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، سنجد بأن الحربين الأولى والثانية يعني ستوجد أشياء كثيرة لها علاقة بالهم القومي خلينا نسميه، والعودة إلى القرن التاسع عشر اللي هو القوميات والحدود وإلى آخره. سنجد الخلافات الكثيرة التي أدت إلى الحرب العالمية الأولى ومن ثم الحرب العالمية الثانية. على أي حال، لكن في مقابلها كانت أفكار كثيرة، يعني نابليون بونابرت من قبل يعني من ولادته لجيمس جويس 1882 كان من الناس يعني الذين يودون لو أنه يستطيع يوحد أوروبا كلياتها أو يساوي إمبراطورية فرنسية من عام 1802، وإحنا واصلين عند هذه الفترة لأنه تعددت الرغبات من أجل إيجاد مجتمع كامل لأوروبا. حاولت أولا يعني خلينا نسميه الإمبراطورية الجرمانية، ثم حاولت الإمبراطورية الغال أو الإمبراطورية الفرنسية، كلهم حاولوا بطريقته، وفرنسا حتى حاولت تساوي لها إمبراطورية ولكن خارج أوروبا، ذهبت إلى أمريكا اللاتينية، فهي النزعة كانت موجودة. على أي حال، يعني وددت أنا أقول بأن وسط جو أو مناخ ثقافي فيه أفكار جديدة، فيه اختراعات جديدة، فيه اختراعات في الفيزياء، في العلوم، في الكيمياء، في القطارات، في الأشياء كثيرة بدأت تتطور الحياة بسرعة كبيرة، وفي آداب كثيرة تصدرها هذه البلدان هنا وهناك، ودور النشر تصدر، وبدأت تيارات فنية تتحدث عن الحداثة وتتحدث عن الجماليات بصيغة مختلفة عن النقود التي كانت سابقة أو المقالات النقدية التي كتبت سابقا. جاء إلى هذا الوسط في عام 1904، بدأ يكتب جيمس جويس هذه الرواية، قلت عبر الفصلين اللذين نشيرا في هذه المجلة للسيدة ويفر. بعد ذلك سيجد المرء عندما يقرأ هذين الفصلين الأوليين سيجد بأنه في تغير كامل انحراف لهذه الرواية. نعم. وسنجد هذا الانحراف في هذه الرواية سيشملها إلى كامل صفحاتها اللي هي حوالي 1000 صفحة تقريبا، في بعض الطباعات 900 صفحة، في بعض الطباعات حوالي 800 صفحة 700 صفحة، ولكن هذه الرواية في حوالي 1000 صفحة، وكانت هي من الروايات الكبيرة جدا. سنجد الكثير من هذه المروحة الكبيرة لهذه الرواية التي لم تترك شيئا لو تحدثت عنه، ولكن علينا أن يعني نرى ما هو الشيء الأساسي أو الموضوع اللبابة داخل هذه الرواية لنقرأ ما هو فيها. على أي حال، في عام 1904 هو يبدأ كتابة الرواية، سيبقى 10 سنوات وهو يكتب هذه الرواية. عندما يدفعها للطباعة في باريس 1914 لا تنشر، ستنتظر أيضا من 1914 إلى عام 1922 حتى تنشر. حضرت في بعض الوقت أليس كذلك؟ نعم، حضر نشر الرواية لوقت من الزمن. طبعا يعني نشرت بعد كلام كثير داخل فرنسا، ولكنها نشرت في فرنسا. فرنسا كانت وما زالت حتى اليوم فرنسا تقول أنا يعني ليس لدي ممنوع أي ممنوع، ما في يعني لا توجد رقابة، ولذلك هي نشرت هذه الرواية. ولكنها عندما نشرت حتى في الفصلين السابقين كانت الأعين تنتبه إليها، بأنه لأنه في جمعيات بأوروبا وجمعيات في الولايات المتحدة الأمريكية، جمعيات اسمها حماية المجتمع من الرذيلة،
هذه أكثر من جهة رفعت أكثر من يعني دعوة على صاحب هذه الرواية بأنه أنت تنشر شكل من أشكال الرذيلة وفيها أشياء لها علاقة بالإباحية وفيها أنت تمجيد أو مديح كبير وعالي للخيانات الزوجية وكلام من هذا النوع يعني كثير كانت وكلياتها أدت وفيها بعض إلى النقد للمؤسسة الدينية صحيح صحيح لأنه هلأ سنأتي إليها اللبابة الأساسية اللي فيها لأنه فيها يعني أشياء كثيرة هو متناول بقسوة الكنيسة لنقل تناول الكنيسة بقسوة وتناول القساوسة درس في مدرسة دينية هو هو درس في البداية ومدرسته هو بالبداية هو مدرسة مسيحية هو بالأول يعني كان درس وتمرد عليها لاحقا ولكنه بالأخير سينتقد هذه المؤسسة ينتقد المكانين الكنيسة كدار عبادة سينتقدها ويقول عنها كلاما لا يليق بها وهو يعني لأنه استثمر هذه الحرية الموجودة في فرنسا وتحدث عن القساوسة في كلام لا يليق بهم أيضا من أجل أن يعني يخلص حسابه مع الآخرين ربما هي يعني أشياء قديمة كانت ولكنهم يعني كان لا أدري إذا كان مدفوعا ولكن بالمقابل هو سنراه أنه يدافع ويمتدح الشخصية اليهودية وسنرى بأنه يمتدح الديانة اليهودية وبأننا سنرى بأنه يمتدح هل العقيدة هل كان متطرفا في مكان؟ نعم هل كان متطرفا في مكان؟ جدا هو هذا التطرف هذا اللي بدنا نحكي فيه نحن الآن هو هذه الرواية على أي حال يعني أنا أقول بس خلينا 1904 بدأ الكتابة انتهى في عام 1914 خلص الرواية لم تطبع الرواية إلا في عام 1922 وجماعات كثر من حوله أحاطت به وامتدحته كثيرا وأرادت أن تطبع الرواية في مكانين أساسيين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وحاولوا أن يأخذوا بعض الفصول من هذه الرواية بعد أن طبعت في فرنسا أن يطبعوا منها بعض الفصول كتقديم وتمهيد لجس نبض المجتمع أو خلينا نسميه لجس نبض الرقابة داخل المجتمع أو جس نبض الجمعيات التي هي معنية بمحاربة الرذيلة أو محاربة الإباحية هناك هذا وفعلا لم تنشر وقيمت ضدها دعاوى كثيرة لم تنشر هذه الرواية في الولايات المتحدة الأمريكية إلا عام 1934 يعني في 12 سنة بينها وبين نشرها في باريس هل سمعت ونشرت دكتور يعني نحن كما نعلم وكما ذكرت حضرتك كتبت على مدار 10 سنوات وكان ينشرها على شكل سلاسل في في جريدة أمريكية هل تم جمع هذه المقالات أو هذه السلاسل وتم طباعتها لاحقا؟ هذا صحيح لأنه كانت هي كلها نوع من الاختبار للحس الاجتماعي الموجود ولحس هذه الجمعيات التي كانت تحارب الإباحية الموجودة في عام 1934 سيخرج قاضي أمريكي اسمه ووسلي سيتحدث ويقول أن هذه الرواية ليس فيها إباحية هو بذلك يعني يمسح القرار السابق الذي كان تمنع هذه الرواية ويقام ويمنع حتى صاحبها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ويعني ما خلهم كلام سيء على الرواية إلا تحدثهم به عنها داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي مجموعة أو مدونة للإباحية ومدونة لخيانة يعني تشجع على الخيانة الزوجية وكلام كبير كان ولذلك هل كانت هذه الانتقادات توجه عندما كان ينشرها على شكل سلاسل في الجريدة الأمريكية صحيح بعض النقاد أيضا المجتمع يتقبلها صحيح بعض النقاد أيضا تحدثوا ولكن لما اجتمع نشرت كلياتها بكاملها يعني أصبحت جرعة ثقيلة من أي يعني الآن أنه أنت هذا الكتاب ممكن تأخذه أنت للبيت أو تأخذه إلى مكتبة أو تأخذه إلى مدرسة أو تأخذه إلى الجامعة يعني كانت الفصول هناك قد يكون الناس يعني ما نجمعين الفصول كلياتها كانت بعض الفصول تلاقي الكثير من الانتقاد يعني دائما يعني يقولون بأنه هذا كلام لأنه هلأ أنا منحكي ليش أنه هذا الكلام كان كبيرا على هذه الرواية وعلى العملية الإباحة لأنه بنيتها الأساسية هي كانت قائمة على هذا الموضوع اللي هو استثمره من خلال تيار الوعي اللي تحدثت عنه حضرتك على أي حال هذه الرواية ستطبع قبل أن تطبع في الولايات المتحدة الأمريكية 1934 ستطبع في بريطانيا بعد وقت قصير من 1922 طبعت في بريطانيا وبدأت شهرتها لكن الأهم الآن هو هذا الحديث الهامس أولا أو المهموس أولا ثم العالي بصراخه وبسؤاله عن هذه الرواية لماذا تمنعونها وأنتم يعني تخرجون من حرب عالمية أولى أخذت كل شيء ولماذا أنتم قد يعني تمضون إلى حرب عالمية قادمة يتنبؤون بالحرب العالمية الثانية وأنتم تمنعون هذا الرأي والفكر والحرية وهذا ولذلك يعني كانت هالموجة الأفكار بعد الحرب العالمية الأولى هي أفكار عليها أنه دعوا الناس يتحدثون قبل أن يشتبكون بالأيدي بقولة أخرى قبل أن يتحاربون يعني يشتبكون بالأيدي يعني في صار في مدافع في طيارات وفي سلاح وفي رصاص إلى آخر ما هنالك إذن على أي حال في هذا المناخ وجدت الرواية هلأ هذه الرواية موجودة مكتوبة بالإنجليزية
ومنشورة في الأماكن التي تأخذ اللغة الإنجليزية. المشكلة الأساسية هي أنها كيف نقلت إلى اللغات الأخرى، أو كيف وصلت إلى البيوت، أو كيف وصلت إلى هذه المساحة الواسعة من القراءة. كان السبب هو الدعاية. في حمى دعائية كبيرة جدا رافقت رواية عليس، وقيل بأنها هي فاصلة أساسية تاريخية في المدونة الروائية السردية العالمية، يعني ما قبلها في روايات وما بعدها الآن ستأتي روايات، وهي حجر الزاوية. وهذا ما سمي بحرب جويس. نعم، وهذا ما سمي بحرب جويس. إيه صحيح، لأنه هذا يعني أول شيء حرب جويس ليس فقط أنه بهذه الكتابة، ولكن بأفكاره بشكل عام. ولكن بأفكاره بشكل عام، وأنه يعني يريد يساوي حرب على بعض الأفكار الاستاتيك يعني الثابتة اللي كانت هي موجودة، بأنه كسر كل القوالب التي كانت موجودة، كسر قوالب كما قلنا الخطية للقراءة، كسر قوالب الاجتماعية، كسر قوالب أنه واحد يتحدث عن زوجته بما لا يليق، والزوجة تتحدث عن زوجها بما يليق، والابن يتحدث عن أبيه بما لا يليق، والابنة تتحدث عن أمها بما يليق. كل هذا هو كسر، ولذلك هذا سموه الحرب مع جويس، أو الحرب حرب جويس يعني باختصار. على أي حال، في هذا المناخ الآن صدرت هذه الرواية. كثير من الناس دافعوا عن أن هذه الرواية أن تكون موجودة بكل ما فيها، ودعوا الناس يتحدثون، والناس الآخرون الذين تحدثوا عن الرواية بمصدات لنقل عن بيوتهم، عن بناتهم، عن المجتمع، عن الأخلاقيات الموجودة، أيضا لم يكونوا من الناس اللي هم يعني أصحاب القوة أو المكنة، ولذلك انتصر هؤلاء وانتشرت الرواية. الرواية ما عادت طبعت مرات أخرى من خلال الدار التي طبعتها في فرنسا، ولم تطبع أيضا مرة أخرى في الدار التي طبعتها في بريطانيا، ولم تطبع أيضا في الدار التي طبعتها عام 1934 في الولايات المتحدة الأمريكية. أصبح يطبع هذه الرواية الشارع العام، وصارت توزع في السوق السوداء، وصاروا الناس يطلبون هذه الرواية لكثرة الحديث. يعني كل ما تفتحي صحيفة أو تشوفي تروحي على منتدى أو بتفوتي على ملتقى أو بتفوتي على اجتماع له علاقة بالثقافة أو الكتابة، كل الحديث عن عليس، جيمس جويس، جيمس جويس وعليس، يعني هذا الحديث الذي، ولذلك تسابق الناس على اقتناء هذه الرواية. ولكنهم جميعا، أو إذا مو جميعا معظمهم، أصيب بخيبة أمل عندما بدأ يقرأ هذه الرواية. وصلت إليه الرواية بسعر غالي وعن طريق السوق السوداء، وأحياناً يعني نسخ، وأحياناً بطباعة غير جميلة، ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل، لأن كل ما قيل من هذه الدعاية حول هذه الرواية وأهميتها ونيافتها ومكانتها العالية وجمالياتها وإلى آخره، كلها لم يكن. شوفي، لأن الحملة النقدية التي كانت، قالوا أنه بهذه الرواية في غنى بالأحداث، في غنى بطرح الموضوعات، في غنى بالتقنيات الجديدة، في غنى نفسي، في غنى اجتماعي موجود فيها، وأن هذه الرواية لم تسبقها رواية في هذا المجال. لا شغل ألان روب غري ولا شغل سموئيل بيكت، هذا شيء غير عادي الآن الذي يكتبه جيمس جويس. لكن هذه الحملة الآن ستتكشف لماذا كانت هذه الحملة. ببساطة شديدة، الآن بدأت هذه الرواية تأتي دعاياتها ويعني أصداءها وأخبارها إلى مناطق أخرى، يعني تعيش فيها لغات أخرى مثل اللغة العربية، ولغات أخرى مثلا خلينا نروح لغير مكان بالبلاد الأخرى مثل الهولندية أو مثل الأسبانية. لكن أنا خليني معني بهذا، الآن أول ترجمة لهذه الرواية في اللغة العربية سيكون في عام 1982، أي بعد يعني باحتفالا بميلاد جويس بعد 100 سنة، يعني بعيد الميلاد المئوي لجويس، لأنه ولد 1800. تم ترجمة هذه الرواية إلى العربية بـ 1982، يترجم أستاذ جامعي اسمه طه محمود طه، مصري كان يشتغل في الكويت، في جامعة الكويت كان يشتغل هناك، ترجم هذه الرواية وقدمها في جزئين في البداية، قدمها في جزئين لأنه الحجم كبير حوالي 1000 صفحة، الجزء الأول حوالي 450 والثاني حوالي 450 أو أكثر شوية. كانت كارثة في الترجمة. اولا يعني، والناس كان المجتمع العربي يعني يتهيأ ليقرا هذه الروايه، بعض الذين يعرفون الانجليزيه حاولوا قراءتها بالانجليزيه، لكنهم، وانا من الناس يعني اللي سمعت هذا الكلام، يعني الذين يعرفون الانجليزيه بقوه يعني لكنهم للاسف الشديد لم يصلوا الى يعني اعماق هذه الروايه واهميه هذه الروايه، بل لم ياخذوا منها الجباية التي تليق بهذه السمعة أو هذه الدعاية الكبيرة لرواية يعني عليس. البعض يقول، وبعض الانتقادات وجهت إلى قراء هذه الرواية، أنه لا يستطيع قراءتها دفعة واحدة، يجب قراءتها على دفعات، وفي كل دفعة يصاب بالتخمة من هذه صحيح. الجرعة التي يقرأها صحيح. ويجب أن يكون لديه خلفيات ثقافية صحيح. أخرى حتى يستطيع إدراك وفهم فحوى هذه صحيح. الرواية، منها ارتباطها بأسطورة أوديسا، ومنها ارتباطها أيضا بالتوراة والإنجيل. يجب أن يكون يمتلك هذه الخلفية الثقافية دكتور. شوفي، الرواية 900 صفحة 1000 صفحة، يعني لا يمكن حدا يقرأها بدفعة واحدة، ولكن حتى إذا بدك تقرأيها شوي شوي، أنت عم تقرأي الصفحة الأولى تحسي فيها أنه أنت ما فهمتي شيء وارجع. وأنا خليني أحكي لك من تجربتي أنا الشخصية.
يعني أنا ككاتب كنت يعني كنت لما عم أسمع بكتاب مهم في العالم قلت لابد أن أقرأ هذا الكتاب، وفعلا وأنا كنت من المنادين من وقت طويل منادين بمراجعة هذه الأعمال الأدبية التي وصلت لدينا وصلت إلينا بدعاية كبيرة جدا. يعني مثلا خذي الساعة 25 هذه الرواية دعاية كبيرة كانت لها كاتبها واحد اسمه غوستين جورجيو، أو رواية مثل رباعية الإسكندرية يعني لورانس داريل. يعني عندما أسمع أنا ككاتب أو كقارئ عندما أسمع بهذه الروايات أو بهذه يعني أسعى لاقتنائها، عندما يعني أسعفني الوقت وأنا اقتنيتها مثلا لعوليس يعني حسيت أني أنا يعني أقع على كنز قبل أن أبدأ بأول حرف منها لأقرأها لأشوف ماذا فيها، لأنه يعني برأسي أنا في آلاف الأفكار وأفكار والأصداء والتأثيرات، اللي إنه هذه رواية ما بعدها رواية، ثم إنه هي علوقة باسم آخر اللي هو أوليس الاسم الروماني لأوديسيوس اللي هو كان بي يعني في المكانين سواء في الإلياذة ولا في الأوديسة. يعني أنت بتشوفي في كأنه في شيء، وأول ما يتبادر على ذهنك إنه هذه أوليس يمكن تكون معربة من كلمة أوليس بالعين أوليس، أو إنه هي بتكون يعني في شيء آخر عم يقدم لنا أسطورة أوليس أو أوديسيس بطريقة مختلفة كمان. بدك تشوفي أنت ما هذا الجديد، ما هذا الاختلاف، هل خلق يعني جيمس جويس أسطورة جديدة لأوليس تشابه أسطورة أوديسيس وكلاتها نحن مرفنا قرأناها وقرأها الأطفال إلى آخره. على أي حال يعني كان في شو، ولكنك عندما تقرأين أنت ستفاجئين، ومن الصفحات الأولى ربما الإنسان يصد بشكل أساسي أنه هذا لا أستطيع أن أفهم هذه الرواية سواء في الإنجليزية في القراءة أو أنك تقرأها في اللغة العربية المترجمة خصوصاً لطه محمود طه. يعني في نوع من 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 من, من الاستغلاق الغير عادي داخل هذا النص، لا تستطيع أن تمشي في السطر الواحد وهذه كارثة. يعني هذا موجود. ما وصفت فيه مصطلحات هذه الرواية بأنها مستغلقة، دعنا نشرح هذا التعبير. شوفي أول ماذا شيء. نقصد بالعبارات المستغلقة؟ أنت أولاً هو يكون يتحدث يقول لك كنا نحن في الشارع الفلاني أو في الحديقة الفلانية، ثم يصير قطع محطوط فاصلة أو محطوطة كلمة أو كلام متواصل، يعني هذا فكان المطعم كذا، يعني وين احنا كنا في الحديقه عم نحكي والا صرنا بالمطعم، او بيقول لك نحن كنا في المطعم الفلاني اما لباسها هي فكان فرجع اخذنا نحن على غرفه النوم، او هي عم تستعد السيده مشان هي تخرج هذا، فليش لا تجدين اي شيء يتصل بشيء، يعني لا تجدين في في ترابط في خطيه في سيروره الاحداث ولا في الزمن، يكون عم يحكي لك في النهار ما بتشوفي اللي صار في الليل، بتشوفي الليل هذا انه طيب انت عم تحكي لي الان انت كنت في النهار طالع في الصبحيات ماشي وعم تشوف ما بتشوفي الا فجاه هو عم يحكي لك في الليل، مره بيقول عم يحكي مثلا في شارع من دبلن ما بتشوفي الا عم يحكي في مكان اخر لا علاقه له بدبلن اطلاقا، فهذه كل هذه الانقطاعات، او انه حدا عم يبوح بحبه لحدا ما بتشوفي الا قطع هو راح في مكان اخر عم يحكي لك عن شغله لها علاقه بالسياسه، او عم يحكي لك عن شغله لها علاقه بالفكر السياسي او بالفلسفه، فلا تجدين انت اي شيء له صله من بعض، ولذلك الصفحات الاولى منها كانت معذبه جدا. هذا امر. الامر الاخر أن أخونا الدكتور طه محمود طه قدم مقدمتين لطبعتين، الطبعة الأولى كانت 1982 الطبعة الأولى بمناسبة المئوية لميلاد جيمس جويس، والطبعة الثانية هي كانت 1994. الأولى كانت ملأة بالأغلاط من كل الأنواع الطباعية والنحوية وكله، يعني كانت كارثة في الطباعة. ثم في الطبعة الأخرى يعني أخذوا شوية لأنه هذيك الطبعة الأولى طلع بعدين مجلد كامل بيوازي الروايه لحتى يصحح بس المصطلحات والاخطاء التي كانت فيها، وزعوا على الناس يعني اخذوا الناس لحتى يشوفهم لانه روايه مهمه جدا، فردت ايضا كمان انباعت هذه بس التصحيحات تبع الروايه. نعم. في الطبعه الاخرى 1994 هذه الروايه كانت اقل بالاخطاء، ولكن المقدمتين مقدمتان يا عمياوان لا تقولان شيئا سوى النفخ في هذه الروايه، سوى المديح لهذه الروايه، سوى بان هذه الروايه كما لو تحسي انت مو كاتبه جيمس جويس، كاتبيتها طيور ولا كاتبيتها الغيوم ولا كاتبينها صحراء ولا كاتبين، على اي حال انا اخذت هذه الروايه، انا شاب عم بكتب احاول اكتب قصه واكتب روايه ومهتم بالادب، حاولت ان ارى هذه الروايه من كثره هذه الاعلانيه التي كانت عليها، فاخذت الروايه وقراتها، وانا واحد من الناس مثل يعني الكثير من الناس صبور، بدي اشوف اللي فيها، انا فوجئت بهذه الروايه. أولا هذه الرواية تحاول أن تخلق بطلا جديدا يشبه البطل أوليس أو أوديسيس في رحلته في عثراته، باختصار بس سطر صغير عن أوليس باسمه الروماني أو أوديسيس باسمه اليوناني، هذا الرجل يحارب في حرب طروادة 10 سنوات ثم يقفل راجعا مع المنتصرين من أجل أن يعود إلى ملكه، وفي هناك في زوجته بينيلوب عم تستناه، وفي عنده ابن اسمه تلماخوس أيضا عم يستناه موجود،
وفي خطابه كثر كل ليله كل نهار عم يقدمهم يعني طلباتهم من اجل انه هذه الزوجه، والزوجه تقول لهم عندما انتهي من هذا النسيج فانا ساتزوج واحد احدكم، يعني ساتزوج احد منكم. 10 سنوات أخرى بعد 10 سنوات في حرب طروادة يقضيها أوديسيس في البحر وهو يواجه هذه الصعاب وهو يواجه كل هذه المحن في رحلة وينجح العودة منها وينجح ويتفوق عليها. يمكن كنا نحن في مرات أخرى أنا وحضرتك كنا حكينا عن الأشياء والمغريات والتوجهات كلها تلك كانت تقضي عليه لأوليس مشان يخدم منه هذا الانتصار، ولكنهم لم يستطيعوا، فيعود إلى بيته ويرى زوجته ويرجع ويرى الابن ويرى جموع الخطابين الذين جاءوا من أجل الاستيلاء أو الاستحواذ على زوجته وكيف أنه يعمل لهم وليمة وكيف يقتلهم. الشخصية الآن اللي داخل هذه الرواية أوليس لجيمس جويس بطلها الأساسي هو بلوم، وهذا البطل البلوم هو واحد يهودي هنغاري موجود في إيرلندا يعيش، يعني من بين الناس اللي هو أخذه. فأولا الشخصية الآن اختارها اختيار، في الفصلين الأوليين اللذين نشرهما في تلك المجلة للسيدة ويفر لم نجد أي ملامح أو أي شيء له علاقة بالديانة اليهودية. بعد أن يعني تعرف إليها وبعد أن أكرمته وأعطته مال كثير من الصناديق المالية في صندوق اسمه صندوق الأدب الملكي من خلال عزرا باوند أيضا دفعت إليه أموال كثيرة من أجل أنه يعني هو يعيش على الأقل يعني عيشة تكون جيدة مرتاح. وبقي طويلا لم يتزوج هو الآن سيلتقي بزوجته اللي هي اسمها نورا بارنكل، سيلتقي بها وهي موظفة في الفندق بالفنادق وسيلتقيها وسيقول بأنه هي البشارة. وقت التقائه بنورا جيمس جويس هو 16 حزيران 1904، هذا التاريخ يجعل منه هو الزمن الفيزيائي الكامل لهذا النص اللي اسمه أوليس. كل الأحداث تحدث في يوم واحد، هو اليوم المهم السعيد الجميل الاستثنائي الخرافي السحري إلى آخره اللي التقى فيه بنورا فيكتب بهذا اليوم. أما الزمن الروائي فهو الزمن المفتوح كلياته، بيأخذ من إيرلندا من الأزمنة القديمة إلى فرنسا بأزمنتها القديمة إلى الأزمنة أيضا المستقبلية إلى الواقع اللي هم اللي عايشين فيه. فالزمن الروائي يختلف عن الزمن الفيزيائي لهذا اليوم. على أي حال الآن جيمس جويس بهذه الرواية سينحرف انحرافا كبيرا بعد هذول الفصلين، لكن الرواية ستجدين بأنها لا تتحدث إلا عن اليهود، لا تتحدث عن المجتمع الإيرلندي ولا تتحدث عن المجتمع الفرنسي، وإنما تتحدث عن بلوم هذا الرجل اليهودي الهنغاري التي يتزوج بامرأة اسمها مولي وهي مغنية وهي أيضا يهودية وسينجب منها ابن إلو وسينجب ابنه، الابن سيموت مبكرا لمرض ما، والابنة ستكون أيضا مختلة عقليا وستعيش ولكنها ستمضي إلى الأمكنة الواطئة نحن بنسميها الأمكنة اللي فيها الحانات وفيها الأندية وفيها المراقص وفيها 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 إلى أخرى لأنها رأت أمها تفعل ذلك. فمولي أيضا هي سيرتها ليست أخلاقية جيدة وموجودة. والعجيب بأنه بهالرواية أنه ايضا بلوم اللي هو الشخصيه الاساسيه اللي فيها يعرف بانه هي زوجته يعني تمشي في الدروب الوعره، الدروب اللي هي ليست اخلاقيه، ويتباهى بذلك لانه يسمع في الشارع عندما يعني يمر في الشارع يسمع من الناس يقولون هذا زوج مولي، فهو يبتهج يقول لو ما كانت هي ماشيه في هذه الدروب الاخرى وتعرف الحانات وتعرف الانديه والمراقص والمدري شو لما كان حدا يعني عرفني انا. فهو يعني ينبسط في في فرحا بهذه الشهره للزوجه. الزوجه كانت واضحه جدا وتصارحه تماما وتذهب وتخرج دون ان تعطيه اي مواعيد، وكان هو لا يريد منها ذلك، وهو يقوم على تنظيف البيت على ترتيب البيت، بل انه يقدم القهوه او افطار الصباح يقدموا طعام الفطور الصباح يقدموا إليها في مخدعها ومقدرة أنه هي كانت تعبانة وسهرانة في الليل الماضي. كل هذا الموجود ربما يقدم لنا المجتمع يعني الفرنسي أو المجتمع الأوروبي الذي كان موجودا، ولكن الشيء الأساسي هو هنا الخطورة أن جيمس جويس أراد أن يخلق بطلا يهوديا اسمه بلوم يوازي عصري حديث ابن الـ يعني العشرينات والاربعينات يوازي اوديسيوس او اوليس الاسطوري. هذا دائما يتعرض الى عثرات، ومن بين هذه العثرات هو هذه السلوكيه لزوجته، ومن بين هذه الاشياء العثرات التي هذا انه لا يعني لا ينجح في اعماله كثيرا وليس يعني ما انه صاحب حظوه في المجتمع، والناس يعني للاسف الشديد يتحدثون عنه بالقيل والقال ودائما يعني تصل اليه الامور التي تجعله منكودا في حياته. مع ذلك اراد ان يخلق لنا
بطلا ويريد أن يتحدث بأن هذا الإنسان اللي هو بلوم يمثل هذا المجتمع اليهودي يعني الذي تعرض إلى اضطهادات كثيرة في هذا المجتمع الموجود. هذا السبب لماذا أنا أردت من البداية أن أتحدث عن عصر جيمس جويس والتأثيرات اللي على جيمس جويس. جيمس جويس في عام 1904 يبدأ كتابة عوليس، 1904 يموت هيرزل. هيرزل صاحب الكتابات وصاحب مؤتمر بازل وصاحب كتاب الدويلة اليهودية، وهو مع الناس الذين تحالفوا معه والأصدقاء الذين أوجدهم في أوروبا وخصوصا في فرنسا، هؤلاء كلياتهم بدأوا يتحدثون عن يجب أنه نحن ننصف اليهود وأنه ما يكونوا ضحايا. الآن لما نوصل للحرب العالمية الثانية ستكون الأمور يعني فتحا كبيرا بالنسبة إليهم، لأنه كانت التمهيدات كثيرة من أجل إنصاف اليهود وإنقاذهم من هذه المظلومية والاضطهاد. أنا اللي حيرني في هذه الرواية والذي أزعجني كثيرا أنه يا عم جويس أنت واحد من إيرلندا، لماذا لا تتحدث عن الإيرلنديين؟ لماذا لا تمشي في النهج الذي مشيته في قصصك التي كتبت أهالي دبلن؟ حوالي 15 قصة جمعهم في هذا الكتاب، وأنت تتحدث عنهم وتتحدث عن عاداتهم تقاليدهم وطقوسهم وعن معاناتهم كل هذه الأشياء، لماذا ذهبت إلى هذا؟ أنا أقول هنا ببساطة شديدة، وهذا يمكن النقد اللي هو يعني أنا اللي قرأته عن هذه الرواية، ربما أنه هو كلف بأن يكتب في هذا الموضوع وأن يأخذ أموالا كثيرة، وهو كان يعني في حالة فقر غير عادية. يعني هو كان ومرته نورة اللي تزوجها هي كانت فقيرة أيضا، يعني ليست يعني مجرد موظفة، ولكنه دعم هو بالصناديق المالية والناس يعني الناس الذين يمتلكون الأغنياء هم يعني دعموه بالمال من أجل أن يقدم لنا هذه الأسطورة لليهودي الذي هو ليس خارقا بذكائه وليس هو نايفا على غيره بجسدي وهو ليس يعني مهما في حالته الاجتماعية وفي أعماله، ولكن الشيء الأساسي الذي أراد أن يكرسه لنا جيمس جويس أن النقاء موجود عند هؤلاء اليهود، النقاء. ولذلك أنت بتشوفي مولي مثلا على سبيل المثال هي قادرة أن تذهب مع 1000 رجل في الليلة الواحدة ولا في الشهر ولا تذهب معهم وهي تقدم لهم ما يريدون يعني نعم. هذا، ولكنها عندما تريد الإنجاب تريد أن تقصر هذا الإنجاب على بلوم، لأنها هي مقتنعة بأن بلوم هو من العرق النقي. وهذا مهم، يعني هذا الشيء مهم. هذه المقارنة أولا بين بلوم وبين أوليس أو أوديسيس موجودة، والمقارنة بين مولي اللي هي ماضية في حالة المراقص والحانات ومع بين لوب ولكن الفرق شاسع، يعني الفرق الشاسع أولا بين أوديسيس وبين بلوم. أوديسيس كان يعني يناصر فكرة أساسية عليه أن يعود إلى بيته بشكل أساسي، بلوم الآن هو يحاول أن يوجد له مكانة في هذا المجتمع، المجتمع اللي كان هناك مع أنه هو كان خيط الحنين للأرض الموجود، وهلا سنحكي عليه أنه وين خيط الحنين إلى ما يسمى بين قوسين أرض الميعاد، كيف يظهر في عوليس. وحتى أيضا بينيلوبي التي بقيت وفية لزوجها طيلة فترات وتؤخر هذه هو المقارنة الآن. المقارنة ما بين مولي واللي هي ما مهتمة بزوجها وغير وفية إلى زوجها وتخونه علنا وهو يعرف ذلك، مع دويلان اللي هو يعني مدير حفلات الغنائية عندها اللي هي بتعشقه لأنه صورة جميلة وكان هو يقدم لها الحفلات هنا وهنا في هذا البلد أو في ذلك البلد في هذه الحديقة أو في ذلك النادي إلى آخره، فهي بتأخذه كعشيق لها معها دائما وعلى معرفة بلوم الزوج يعني الموجود. الآن بلوم هذا الشخصية يقابله بشكل أساسي هذا عوليس، لكن في فرق شاسع بين الغايتين، يعني ذاك نبيل بده يعود إلى بيته بده يعود إلى زوجته، وهذا الآن هو يريد أن يوجد له مكانة. لعله الفكرة تبعيت أرض الميعاد ما كانت واضحة تماما نشوفها نحن عند بلوم واضحة تماما يعني كيهودي هنغاري، بقدر ما هي واضحة جدا جدا عند جيمس جويس الذي سيتحدثنا عن أرض الميعاد الآن في هذه الرواية في دواخلها. الفكرة الأخرى هي هذه المقارنة بين بينيلوب التي تحرص على زوجها من أجل الإخلاص له، وهذيك اللي هي مولي التي لا علاقة بالإخلاص. في شيء آخر هو كمان في عنده شخصية بلوم، شخصية صديق له اللي هو دايدلوس. هذا دايدلوس هو رجل أوروبي مثقف كبير دائما يحكي لزوجته مولي عن هذه الشخصية الثقافية اللي بيعرف يعني يعرف أشياء كثيرة عن الموسيقى، يعرف أشياء كثيرة عن الفيزياء عن الكيمياء، يعرف أشياء عن الأدب، يعرف عن علوم الاجتماع، يتحدث كثيرا هذا دايدلوس، مقارنة مع تلماخوس اللي هو ابنه لأوليس أو أوديسيس في المقابل. فعدة مقارنات موجودة الآن داخل هذا النص، كما لو أنه أراد جيمس جويس أن يقدم لنا أسطورة جديدة أو إلياذة جديدة أو أوديسة جديدة، لكن هي مقصورة على عرق معين اللي هم اليهود. بطريقة أو بأخرى. الشيء المحير يا أستاذة لينا عندما قرأت هذه الرواية، وأنا يعني من الناس المهتمين بهذا الصراع العربي الصهيوني تاريخيا وواقعيا ومستقبليا،
وجدت أنه يتحدث عن حيفا. واحد إيرلندي يكتب الرواية في باريس يتحدث عن طبرية، يتحدث عن حيفا، يتحدث عن يافا، يتحدث عن جماليات الطبيعة في فلسطين. أنا دهشت بصراحة وتساءلت مباشرة أنه ما الذي يعني ما الذي جعل هذا الرجل جيمس جويس أن يتحدث عن هذه المنطقة. الشيء هو هذه التأثيرات التي كانت موجودة، التأثيرات اليهودية أو المناصرة الأوروبية لليهود في الجوتيات عندهم أو يعني الأمكنة أو الأحياز اللي عاشوا فيها، وأنه القول بأنهم هم مضطهدين وأنهم يعني مظلومين. ولذلك هذه ولذلك أنت بتشوفي كيف نبعت هاي الدعاية الهائلة لهذه الرواية من أجل أن تقدم في المجتمعات الأوروبية بوصفها رواية خارقة، وما في حدا قرأها إلا ما هو ندم عليها، وأنا أول واحد قرأتها. لكن أنا الشيء اللي استفدت منه أني أنا صممت أني أنا أقرأ هذه الرواية وأقدمها للناس من أجل أنه أن أقول أنه هذا الرجل يتحدث بمقاطع كبيرة، يتحدث عن حقول الشمام، عن حقول الزيتون، يتحدث عن هذه الطبيعة الآسرة الموجودة في حيفا. هل من ذريعتهم لليهود ولإقناع الآخر بأنهم لهم أحقية في هذه الأرض؟ يعني ذريعتهم يحاولون زرع هذه الأمكنة في رواياتهم. هو هذا الذي أراد أن يتحدث عنه جيمس جويس، وهذا هو الشيء اللي يخلينا بنسميه نحن اللي بيفقد الكاتب مصداقيته أمام الناس الآخرين. يعني ما علاقتك أنت بفلسطين؟ ما علاقتك أنت بأرض الميعاد؟ يعني في كثير من الأوروبيين الذين كتبوا عن 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 أسطورة أرض الميعاد أو عن الأساطير الإسرائيلية أو الأساطير الصهيونية التي عادها أو الأساطير اليهودية حتى هم يتحدثون عنها، ولكن هذا يتحدث عن تاريخ كامل لليهود. هو يتحدث عن النبي موسى عليه السلام في مصر، وكيف أن يعني أهله أو عشيرته من اليهود كانوا يعيشون حالة العبودية عند الفرنسيين، عند المصريين هناك، وكيف أنه هو مشى بإرادة إلهية، كيف أنه يتتبع كان عمود السحاب على وقع اشتداد البرق أو وميض البرق اللي جاي هو من جبل سيناء. يتحدث بكلام يعني كلام تحسي أحيانا كأنه هو مستلم من التوراة أو من الكتب المقدسة أو الكتابات المقدسة عند اليهود اللي هي فيها التلمود، لأنه هي شرح لقصصهم كان يتحدث عنه. هذا أنا كان هو أخطر ما وجدته أنا في رواية عليس. في كثير من الناس اللي هم يعني أهل ثقافة هذا يقول بأنك أنت تحمل عليس ما لا يحتمل. أنا أقول لهم اقرأوها. المشكلة يعني في الناس هذول أنه في قراء سمعوا بكلمات عنها لهذه الرواية فأخذوا بهذه الكلمات الجميلة وأصبح في يعشش في رأسهم بأن جيمس جويس كاتب هائل. كما ذكرت أنه هذه الزخرفة اللغوية حتى استخدم قاموس لغوي في كتاباته، يعني البعض كما ذكرت عدم الفهم لهذه الرواية أدى إلى هذه النتائج، أنه ينبهرون بهذه الرواية وعدم فهم مكنونات أو دس السم في العسل كما نسميه. لا لا هو واضح والله لا يدركها البعض، والله لا دس ولا تخباية، هذا واضح جدا موجود. أنا الآن إذا سمحتي لي أنا زمان وقت أنا أقرأ لك بعض المقاطع من الرواية من داخل الرواية. كثير من الناس قرأوا الرواية ويقول أنا قرأتها، وأنا بس مقتنع بأنهم قرأوها وهم ما شايفين هذا الفلسطين الجغرافية، فلسطين التاريخية موجودة داخل هذا، وأراد أن يتحدث بشكل أساسي وهو يصف هذه الطبيعة الخلابة، أجراء يعني ما أمكنة العسل وهذه السواقي وهي الينابيع، وهو يتحدث عنها كما لو أنها فكرة اليهود الذين يتحدثون عن أرض لا شعب فيها. يعني كما يعني هو ماخذ هذه الفكرة الأساسية التي تحدث عنها هرزل وتحدث عنها زعماء اليهود كلياتهم، وحتى هذول السياسيين الأمسيات نحن تعرفنا عليهم مثل جولدا مائير وبن غوريون وحايم وايزمان وغيرهم، هذول هم يتحدثون يقولون للأوروبيين إنه إحنا رايحين على أرض اللي هي ما فيها شعب ما أبدا، نحن ما يعني ما جئنا صوب أحد من الناس. فالرواية مشكلتها الأساسية أنه هي بتحسيها بالأخير هي رواية لليهود، يعني هي رواية أخرى. يعني لو سمحتي لي أنا راح أقرأ لك بس بعض الأشياء. شوفي يتحدث مثلا عن طبرية، نواحي طبرية يتحدث يقول أرض بور، وأنا أرجو يعني حضرتك ولمن يستمع إلينا أنه يشوف قديش في انقطاعات وما في شيء متصل مع بعض البعض، بتحسي كأنه كلمتين هون لحال كلمتين هون لحال وكأنه كل واحدة في جزيرة. أرض مبور، بحيرة بركانية، البحر الميت بلش يعني يسلمنا الآن المفاتيح، لا سمك أو أعشاب، غائر في عمق الأرض. يعني ما في شو بيسموه هذا أحيانا الأشياء تحتاج إلى ملاط مثل البلاط لما بيصير هذا تحتاج إلى ملاط مشان تلتحم البلاطة مع البلاطة. أرض بور، بحيرة بركانية، البحر الميت، لا سمك أو أعشاب، غائر في عمق الأرض، لن ترفع ريح هذه الأمواج، رصاص رمادي. يعني ما علاقة الرصاص الرمادي بهذه الأمواج؟ شوفي قديش في انقطاعات. مياه سامة عكرة، قالوا إنها أمطرت كبريتا، مدن السهل، سادوم وعامورة وآدوم، كلها أسماء ميتة،
بحر ميت في أرض ميتة. في أرض ميتة يعني مشان أنت بالأخير بيعطيك أنه ما في ناس ميتة. رمادية عتيقة قديمة الآن أنجبت الأوائل الجيل الأول، عبرت عجوز منحنية الظهر من محل كاسيدي. يعني كنا عم نحكي نحن عن البحر الميت وعم نحكي عن بحيرة وعم نحكي هذا، يقول لك عبرت السيدة كاسيدي. شوف عملية الإدخال اللي بنسميها نحن تيار الوعي، أنه خلاص يعني فكر في شيء آخر. دخلت هذه السيدة تقبض على زجاجة من عنقها، أول خلق الله. طيب ما علاقة هذا أول خلق الله بالكلام البنت اللي ماسكة بإيدها مزاي السيدة العجوز على الزجاجة؟ وهاموا بعيدا في أنحاء الأرض. عن من هاموا في أنحاء الأرض؟ عن من ترجم هذه الرواية دكتور؟ ألم ينتبه لهذه أطلاقا ولم يتحدث أستاذ لينا، لم يتحدث في مقدمتيه في عام 1982 و1994 عندما طبعت، قدم يعني مقدمتين ولم يتحدث بحرف واحد عن ذلك أطلاقا. شأن هذا شأن الناس اللي في نقاد بمصر للأسف الشديد، هم امتدحوا رباعية الإسكندرية لورانس دالي، إنه هذا والله كان بالإسكندرية وعايش فيها وبعدين كتب عني. طيب اقرأوا ماذا كتب يا أخي، اقرأ. أيضا هناك النفس اليهودي والبنات اليهوديات كلها موجود فيها بهذه الرباعية الإسكندرية. ثم أن الشتائم كبيرة جدا للإسكندرية بوصفها مكانا مصريا أو جغرافيا مصرية، شيء غير عادي. يعني ما الذي يستهويك أنت تأخذ جانب وتترك هذا الجانب الذي هو يرذل فيه الجغرافيا والمجتمع والناس، ولا يتحدث عن الناس اللي بيلبسوا قلابيات كلها وسخ، اللي ريحتهم طالعة، اللي ما مخلي هؤلاء الذين يأتون إلى الشواطئ فيشوهون هذا الذباب الذي يحوم في شطآن الإسكندرية وشوارع الإسكندرية كلام. وبعدين بيطلع لك ناقد ومصري يمتدح مثلا رباعية الإسكندرية، وهذا نحن واحنا بدايات كتابنا احنا قلنا والله يا اخي لازم نقراها هاي رباعية الإسكندرية. ربما وجدت العذر من خلال حديثك دكتور حتى لجيمس جويس انه من بيئة فقيرة واغرته الاموال لتغيير افكاره. يعني نستغرب فعلا ان كثير ناس انه كاتب يتحدث عن التغيير الفكري والتيار التنويري. بس اذا سمحتي لي بس فكرة اخرى هنا، يعني يتحدث يقول هنا مثلا جماعة المزارعين، هذا جماعة المزارعين لشراء مساحات رملية شاسعة، مساحات رملية شاسعة بفلسطين، فاهم، الحكومة التركية وزرعها بأشجار الأوكاليبتوس ممتاز 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 للظل والوقود والبناء، بساتين للبرتقال وأرض واسعة لزراعة الشمام شمال حيفا، تدفع 80 ماركا ويزرعون لك دنما من الأرض زيتونا وبرتقالا ولوزا وليمونا. الزيتون أرخص، تحسي كأنه عم يحكي مع حدا، الزيتون أرخص، يتطلب البرتقال الري، وتتسلم كل عام عينة من المحصول ويسجل اسمك مدى الحياة كمالك في سجلات الجمعية، ادفع 10 ماركات يقول لك هذولنا نقدا ومدري شو ويأتيك الحساب بعدين. بعدين شوفي كيف يتحدث، يقول ومع ذلك توفي، يعني واحد شخص ومع ذلك توفي دون أن يدخل، واحد بأوروبا يتوفى من اليهود ومع ذلك توفي دون أن يدخل الأرض الموعودة، وهذا في الكتاب موجود. أشياء كلياتها موجودة داخله. دكتور أنا هذا وقتنا تقريبا يعني أنا هذا ما أزعجني كثيرا، أنه أنت من إيرلندا وهذا تكتب هذه الأحلام الإسرائيلية خلينا نسميها أو الصهيونية تكتب فيها، هذا اللي هو أزعجني. واللي أزعجني أكثر أن نقادنا العرب والقراء وإلى آخره ما زالوا يتغنون، وستسمعين الكثير من الناس الذين يتغنون بعوليس جيمس جويس ويدعون بأنهم قرأوها وبأنهم استمتعوا بها، وأن وهي رواية ممتلئة بالهذيان بصراحة، وليس فيها من فكرة جوهرية سوى هذه الفكرة اللي هي هذا الحنين لأرض الميعاد التي يسمونها الصهاينة، أرضنا الفلسطينية الذي يسمونها بأرض الميعاد، الحنين إليها، وأن كل هذا الشيء مدفوع من أجل يقول بأن اليهودي ظلم في أوروبا وأن علينا على أوروبا أن تنصف هذا، وهذا ما رأينا في بريطانيا إجت 1917 احتلت فلسطين العام 1948 وكيف أنهم استولوا على فلسطين وأعطوها لليهود. يعني دكتور في حديثك الكثير من النقاط المهمة، ويجب أن ننتبه خاصة إلى ما يأتينا من الغرب من ترجمات، وأن لا نقرأ قراءة سطحية، وهذا صحيح. دور المثقفين والأدباء فعلا في توضيح بعض النقاط التي تكون غير واضحة، يعني يجب أن نمتلك الثقافة فيما نقرأ. صح. شكرا لك كثيرا الدكتور حسن حميد على هذا الخيار، فعلا نتمنى أن يطلع الكثير على هذه الدراسات التي أعددتها حضرتك أيضا فيما يخص هذه الرواية. شكرا جزيلا على وجودك، وشكر موصول أيضا لكم من أسرة فريق مرايا الكتب، كل التحية، إلى اللقاء.